السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله متتبعي قناة المبتدئ للمعلوميات، اليوم سأعلمكم كيفية تحميل وتثبيت برنامج Everyone Piano المشهور لصناعة الأغاني. المهم ندخل إلى هذا الرابط الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو في الديسكريبشن، ننسخه بالضغط على كوبي ونلصقه هنا. ننتظر 5 ثواني. ونضغط على باسي لانونس. ثم نضغط على داونلود هنا. وسيبدأ التحميل هنا. بعد نهاية التحميل نضغط على البرنامج ونضغط على Execute. ونضغط على وي. هنا نختار اللغة التي نريد تشبيه بها البرنامج، أنا سأختار فرنسي. نضغط OK وبعدها Suivant créer une icône sur le bureau. نضغط على suivant و installer. وهو برنامج خفيف جدا سيثبت بسرعة. نضغط على terminer. وها هو البرنامج، نفتحه، نضغط على وي. وها هو، سأجربه أمامكم. أنا لا أعرف أنا العزف. وهنا إذا أردتم أن تغيروا الصوت بالضغط على هذا السهم، وهناك الكثير. وإذا أردتم تسجيل الفيديو تضغطون على هذه الدائرة ريكورد وسيبدأ التسجيل. المهم كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وزيارة صفحتنا على الفيسبوك، وإلى اللقاء.